اهلا وسهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وحشتوني جدا. النهارده زي ما قلت لكم قبل كده وعملت معاكم مره قبل كده نوع من انواع الجبنه المنزليه، وكنت قلت لكم ليها انواع تانية كتير، هبقى اعمل لكم انواع منها مختلفه. المره دي هتبقى جبنه كريميه، ومش كريميه بس في القوام، هتبقى بطعم برضو الكريمه. هنشوف مع بعض ازاي. اول حاجة زي ما بدأت كده معاكم في الجبنة المرة اللي فاتت، هعمل مثال على لتر حليب سائل، واللي عايز يضاعف الكمية يضاعفها براحته. انا دلوقتي معايا لتر حليب سائل من اللي هو الحليب البلدي اللي بيتجاب من محلات الألبان، او لو حد عنده يعني مزرعة قريبة ممكن يجيب منها، بتبيع الحليب الطازة او الحاجات دي، لان المعلب او الاكياس بتاع السوبر ماركت المعبأ مغلف كده ده جاهز، ده مش هيطلع لنا جبنة وما بينفعش في النوع ده من الجبن. وبرضو لو حليب خالي الدسم، لو حليب معلب، كل ده ما بينفعش، لازم حليب سائل بلدي وكامل الدسم طبعا بقشطته بكل حاجة، ومش هنستخرج منه قشطة ولا كل حاجة، هو هيبقى بحاله بخير وبكل اللي فيه. بحطه على النار بالشكل ده وعايزاه يغلي. هو كده بدأ يسخن، وقبل ما يوصل لمرحلة الغليان كده ولا ايه، قرب يغلي، هضيف له معلقتين كبار، نفس المرحلة الأولانية اللي عملناها في الجبنة اللي فاتت، معلقتين كبار خل أبيض أو معلقتين كبار عصير ليمون، دول بيخلولي اللبن يعني يعمل القريشة كده اللي بنقول عليها، ويبدأ يكون لي الجبنة بتاعتي. بصوا كده حبايبي، قرب يغلي، داخل على مرحلة الغليان اهو. هبدأ اضيف له معلقتين الكبار الخل زي ما قلنا، او بسم الله، او معلقتين كبار عصير ليمون، وعلى نار هادية بقى، انا مش معلية ولا حاجة علشان ما اللبن ما يشيتش من تحت ولا يلزق في قاع الحلة او الكسرولة اللي بعمل فيها اهو. وبالراحة خالص اهو، بدأ يقطع كده ويعمل القريشة اهو اللي بنقول عليها بالشكل ده. ما استعجلش واطلعه، يعني لسه واقفل عليه، لسه المية بدأت تنفصل اهي عن الجبنة، بس عايزاها شوية كمان بحيث ان استخرج كل الجبنة من المية ديت على قد ما اقدر لغاية ما تبقى شفافة خالص. بالشكل ده وبس. هي اضافة الخل بس اللي بنضيفها، ولا بنضيف مادة حافظة، ولا بنضيف اي مواد يعني خارجية، حاجة من البيت، لعصير ليمون، لخل، حاجات بنستخدمها في اكلنا العادي الطبيعي اليومي. ما بنحتاجش اللي هي ولا منفحة ولا مادة حافظة ولا اي حاجة من الحاجات دي اللي بتدفع الجبن. بدأ يتكتل كده خلاص، والمية بتبقى صافية كده ولونها مصفر شوية. خلاص كده غليت المية تاني بقى، بعد ما ضفنا الخل يعني والجبنة طلعت كده، خلاص السائل بيغلي اهو، بقى شفاف ولونه مصفر شوية كده، مفهوش اي حاجة، خلاص استخلصنا كل حاجة. هطفي بقى عليه دلوقتي، وباجي بقى هنا على مصفى، بسم الله، بصفي الجبنة بتاعتي. وطبعا هحتفظ بالسائل ده زي ما احتفظت بيه المرة اللي فاتت وعملت بيه القرص الطرية، برضو بحتفظ بيه علشان بعمل بيه معجنات، يبقى جميل جدا طبعا زي ما عملت معاكم قبل كده. انا مش عايزة اصفيها قوي لاني هضربها ومش محتاجاها يعني تتصفى قوي قوي. كده بنزل الجبنة اللي طلعت معايا، وهستخدم المرة دي في ضرب الجبنة بتاعتي وتليينها كده، عايزاها تلين هضربها. المرة اللي فاتت استعملت لها الفود بروسيسور، المرة دي هعملها بالمضرب الكهربائي ده، هتنفع برضو تبقى حلوة. بسم الله، عايزة اوريكم شكلها. بصوا شكلها مفتت شوية، بستمر في الضرب مع اضافة جزء صغير جدا كده، معلقة كبيرة ولا حاجة من مية الجبنة اللي طلعت معايا عشان تساعدها انها تتفك يعني ويبقى قوامها طري. هضيف دلوقتي حوالي معلقة كبيرة كده بس من مية الجبنة عشان تساعدها انها تتحرك معايا كده وتتضرب كويس بالمضرب بتاعي.
بصوا بقى المضرب ما ادانيش النتيجة المطلوبة، الجبنة مش راضية تنعم خالص. انا هستخدم الكبة الصغيرة زي ما عملت المرة اللي فاتت، بتنعمها جدا تقريبا علشان الكمية صغيرة، فالمضرب مش عامل مفعول كويس معاه في الطرد. هضرب بقى بالكبة الصغيرة بتاعتي، بتنعمها اكتر بكتير. بعد ما ضربتها بقت كريمية خالص، الكبة خليت قوامها جميل جدا، انما المضرب ما ادانيش النتيجة اللي انا عايزاها لان الكمية صغيرة فما ضربهاش كويس. دلوقتي بقى علشان اعملها جبنة كريمية وبطعم الكريمة وقوام الكريمة كله، معايا دي علبة كريمة حلويات، مش طبخ، كريمة حلويات اي نوع، بيبقى تقريبا يعني وزنها 200 ملي. بفضيها كده وهضربها بالمضرب اللي معايا. هبدأ اضرب بقى بالمضرب بقى طبعا الكهربائي ده عشان الكريمة تعلى معايا، وهي كريمة باردة خارجة من التلاجة. ونخلي بالنا اثناء الضرب لان دي كريمة لباني، كريمة خفق يعني، مش كريمة باودر. الخفق فيها الزيادة، لو لقيناها خرزت كده بتتحول زي الزبدة وما بتنفعش، فاحنا نخلي بالنا اثناء الخفق ما نزودش عليها لغاية ما الاقي قوامها مناسب. هقفل المضرب على طول. اه كده قوامها اول ما يتحول لكريمي متماسك شوية نوقف ضربه على طول عشان ما تخرص مننا وتبوظ وتتقلب لزبدة. وبفضي كمية الكريمة اللي ضربتها على الجبنة بتاعتي بالشكل ده كلها، وهضرب بقى بالمضرب كده على خفيف الجبنة مع الكريمة علشان يمتزجوا بس مع بعض. وانا بضرب كده وبخلطهم مع بعض منساش رشة صغيرة ملح، طبعا الجبنة الكريمية دي بتبقى دلع يعني مش ملحة، بس دي رشة الملح دي بسيطة كده عشان تعدل الطعم وتخلي الطعم حلو وموزون. وبعد ما بخلطها بالشكل ده بجيب بقى علبة تلاجة، عندي علبة زجاجية او علبة بلاستيك تكون يعني صالحة لحفظ الأطعمة، اللي هي بلاستيك صحي عليها رقم 5 في المثلث ده، وصالحة للأكل وللشرب وكل العلامات دي، يعني علبة بلاستيك صحية او علبة زجاجية. وهحطهم كده بقى واغطي عليها واشيلها في التلاجة شوية تتماسك، هي لسه طبعا علشان الجبنة كانت دافية وكده مش متماسكة كويس، هتتماسك ويبقى شكلها احلى من كده لما تجمد. بساوي السطح كده وعلبة تكون محكمة الغلق كويس واشيلها في التلاجة ونشوفها بعد ما تبرد. ودلوقتي عايزين نشوف الجبنة بقى بعد ما بردت في التلاجة. انا كنت عاملاها من بالليل بصراحة، والوقت بقى عايزة ادوقها عشان افطر منها، ومحمصة خبزات صغيرين كده هاكل بيهم الجبنة. بسم الله كده نشوف قوامها. بسم الله، ده قوامها كريمي وناعم وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي بقى بتبقى بتتاكل مع سندوتشات مع اي حاجه. بسم الله، جميله جدا. وبقدمها بالشكل ده بقى، عملتها كرات كده زي الايس كريم. بصوا باستخدام معلقه الايس كريم عادي اخدت من العلبه كده كام كره، يعني شويه حركات كده عشان نفتح يعني نفتح نفس اللي هياكل ويبقى شكلها جميل. وحواليها الخبز كده اللي حمصته، وتفضلوا معايا طعمها جميل جدا، كريمي يعني قوامها ناعم زي الكريمه، والطعم كمان لان طبعا ضايفين كريمه. وزي ما قلت لكم هي حاجات يعني تعتبر بجوده عاليه جدا وجبنه فاخره من غير اي اضافات مضره ولا اي اضافات يعني خارجيه، كلها حاجات من البيت وبمقادير يعني مضمونة. وان شاء الله تعجبكم. وده كده نوع زي ما قلت لكم تاني من الجبن، وان شاء الله بعمل لكم انواع تاني برضو لو عايزين. وعايزة بس اكد على حاجة، ان طبعا الجبنة نضربها وهي دافية، ما نستناش اما تبقى باردة، بتبقى يعني متماسكة او صعبة الضرب. وبعدين نضربها احسن في الكبه الصغيره زي ما شفتوني كده، لان المضرب ما بيعملش نتيجه حلوه معاها لانها كميتها صغيره لتر حليب بس. وبنضرب بقى الكريمه بالمضرب وبعد كده نمزجهم مع بعض بالمضرب زي ما شفنا. ويا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولي لي رايكم فيها ايه. وطبعا استخداماتها، عايزه اقول لكم عشان بنات سالوني المره اللي فاتت، استخداماتها اي حاجه يتحشي بيها فطائر، يتحشي بيها اي حاجه، يتعمل بيها تشيز كيك، يتحشي بيها جلاش،
فطائر حلوة او حادق، يعني لو حشينا بيها جلاش وسقينا الجلاش عسل، عسل السيرب العادي بتاع الحلويات، هتبقى طعمها جميل جدا، لانها ولا مالحة ولا فيها فلفل ولا فيها ملح كتير ولا كل ده، يعني طعمها كريمي وتنفع للحشوات الحلو والحادق. وان شاء الله بتمنى تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب اللي ما اشتركش معايا في القناة واول مرة اشوف فيديو ليا، ينورني واشترك معايا، واستنوني على خير في فيديو جديد. مع السلامة.